متابعة. المخالفة لياسين إبراهيمي خطير المنتخب الجزائري على مستوى الكرة الثابتة. منذ قليل الركنية والصعود لإسلام السليماني. نتابع المخالفة المباشرة. كرة على مستوى القائم الأول ياسين كادامورو. الياسين كادامورو هو اللي يلمس الكرة الأخيرة المدافع المحوري للمنتخب الجزائري. إذن هدف مقابل صفر. وقف دفاع المنتخب الوطني التونسي والياسين كادامورو اللي خذا مكان سعيد بالكلام في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. قلت خطير الهجوم الأخير للمنتخب الجزائري. الكرة الثابتة الأخيرة ياسين إبراهيمي لياسين كادامورو وأحداث الفارق في الدقائق الأخيرة للشوط الأول لتشكيلة المدرب كريستيان غوركوف. واضح كانت تنبأ المخالفات والمحاولات للمنتخب الجزائري بأهداف. وياسين إبراهيمي الصعود لياسين كادامورو والهدف الأول لتشكيلة الفرنسي كريستيان غوركوف.